الشيخ احمد غشخر يعني سبحان الله البلد يعني ما فيها مضايقات، تستطيع تدعو فيها براحتك، تذهب الى القرى، الناس عندهم تقبل عجيب. انا والله يا شيخ ترى ما عندي يعني خبرة عن دعوة غير المسلمين، في الغالب أنا أشتغل بالمسلمين الجدد أو المسلمين وكذا. سبحان الله جئت إلى قرية بدأت أتكلم معهم وكذا، تكلمنا والله يا شيخ تقريبا 10 دقائق فقط، يعني ذكرت يعني التوحيد، التعلق بالله سبحانه وتعالى، محاسن الإسلام، من يريد يسلم قاموا ما شاء الله. اي والله مرأة معها صبي قامت قالت أنا أول واحدة، وبعدين تتابع الحمد لله. زرنا قرية ثانية وسبحان الله كان فيهم قبول وكذا، فقالوا لي يعني والله عندنا قحط والأمطار تأخرت وكذا، إيش رأيك تدعو لنا؟ قلت لا، لابد تفتقروا إلى الله وكذا، والدعاء عبادة ولابد ندعو جميعا، وأنا أدعو لكم وأنتم تدعوا لي. وبدأنا ندعو، والله سبحان الله إنما تنصرون وتنزقون بضعفائكم، والله نزل الغيث، حتى ما استطعنا نجلس في المكان اللي نحن فيه الحمد لله. أسأل الله يبارك. هذا ذكرتني بموقف، ذكرني فيما بعد أذكره لك في هذه المناسبة. لا أذكره الآن خلاص. نعم. أحد الإخوة جزاه الله خير حفر بئرا متوازيا في احدى المناطق في بنين، وهذه المنطقه لمنطقه وزير التخطيط والتنميه، وهو نصراني، الله المستعان، وشاء الله عز وجل ان هذا البئر يعني ما شاء الله تدفق عجيبا. الوزير نفسه يقول لي نحن عجزنا ان نخرج الماء من هنا بالحفر، حفرنا ابار عديده لم يخرج الماء من عندنا. سبحان الله. قالوا لنا من هذا الذي انفق على البئر هنا وحفر وخرج بذلك الماء؟ نعم. قال والله يأتون الناس من مناطق أخرى يقولون من هذا الذي جاء وحفر البئر هنا وخرج بسببه الماء. سبحان الله. صخرية، منطقة صخرية جبلية تماما. الله. وهذا كما تفضلت سبحان الله، هذا من تأييد الله للدين. أيوة الذي الله. يذهب إلى هذه الديار لله. والله يا شيخنا رؤيتي ما أتذكر إلا قول الله عز وجل، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. شيء عجيب، هذا كله من عظمة هذا الدين ومن وعد الله عز وجل بيظهره على الدين كله. نسأل الله القبول. آمين آمين. الله يجزاك خير، الله يجعلكم مباركين يا رب. الله يحفظكم، بارك فيكم شيخ، الله يجزاك خير.